ما ينفعش تعيش تقرأ اللي كتبه التانيين، ما ينفعش تعيش في ظل الآخرين، ما ينفعش تعيش تتكلم على اللي حصل في الماضي، ما ينفعش تعيش مكتئب وتقول يا ظلموه مش عارف أعمل حاجة. أغنى مخلوق ربنا خلقه في الخلائق كلها هو الإنسان، اللي كل فرد فاسد بيقنعك أنك فقير، إن كل فرد عدو للإنسانية بيقنعك أنك فقير، إن كل فرد ونظام سيء بيقنعك أنك فقير وعاجز وجاهل إلى آخره. إزاي ربنا يخلق خليفة له في الأرض ويكون الخليفة ده ما عندوش قدرة ومقدرة؟ إزاي يبقى احنا والعزاء وذب الله بنسب الذات الإلهية؟ إزاي يخلق ربنا قطعة أرض ما فيهاش إمكانيات يعيش عليها البشر بعد 1,000,000 سنة؟ انت اكتشفت منها الحتة اللي فوق السطح، لكن في قاع هذه الأرض أشياء لم نكتشفها بعد. وفي علمه اللدني أنه سيعيش على سطح هذه الأرض وهذه القطعة، سواء كانت اسمها سوريا ولا اليمن ولا أي حاجة، 100,000,000 سنة 3,000 عندهم رزقهم في نفس القطعة. إزاي احنا بنسب ربنا؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله. بنسبه وقلنا احنا فقراء، احنا عاجزين، احنا غير قادرين. يا اخي الصحابة كانوا عندهم ايه؟ ده خرجوا من الجامعات اللي احنا اتخرجنا منها، واتعلموا العلم اللي احنا اتعلمنا منه، واللي كان راعي غنم، واللي كان خدام، واللي كان عبد. والحواريين بتوع موسى وعيسى كانوا ايه؟ كانوا اساتذه في الجامعة؟ ها؟ والمشكلة في انا، مشكلة مش في عدوي اللي هو بيشرزمني ويجهلني وكذا. واحد مش عايزك تتعلم، انا هتعلم. مش عايزك تفهم، انا هفهم. مش عايزك تمشي، انا همشي. ما دي الارادة. ربنا خلق لنا عقل هنا ليه؟ عشان نفكر فيه. وعلمنا من قصص الانبياء ليه؟ عشان ناخد منها العزة، مش نعيش فيها بقى، ناخد منها العزة عشان نمشي على هديها. انا عمري ما كنت فقير، وعمري ما هكون فقير، وعمري هحاول هسمح لاي يقول لي ان انا فقير، ابدا ابدا ابدا. الكلام ده مش عارف انا كتبته ايه في النضاره. كنت انا في الطياره، مش كده؟ العالم شكله ايه دلوقتي؟ العالم بعض الناس اللي في، عشان ما نعممش، يعني احنا ما بنحبش نعمم ونزعل الناس، مش كده برضك؟ لان احنا ما لناش دعوه بالسياسه. ينشا له انظمه تقنن الفساد، شئنا ام ابينا، ليصبح الفساد قانون. وهذا ما تعرف عليه الناس قبل النبوات والرسل، وانما اتى الانبياء والرسل ليزيل الفساد ويضع قانون رباني في النواحي الاجتماعيه والثقافيه الى اخره، الى القيميه والاخلاقيه الى اخره. دي كانت كل محور العام لرساله الانبياء. لما نيجي نقول الله ده فيه فساد، ما فيه فساد. الله ده فيه دوله عميقه، طب ما فيه دوله عميقه. الله مش عارف ده فلان، طب ما ده موجود، ودي طبيعه البشر. انا هطلع فاسد، انت تصلحني. ولولا دفع الناس بعضهم ببعض، مش كده برضك؟ نقدمت صوامع ومساجد ومزكه وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها الناس، يذكر فيها اسم الله. شفت؟ ما هذا التدافع. التدافع معناه بناء مش هد. التدافع معناه البحث عن الحقيقه. التدافع معناه نشر الفضيله. والتدافع قاعدته الايمان. المؤمن هو اللي ما بينامش، ما بينامش طول الليل والنهار، عشان عنده رسالة عايز يوصلها لكل فرد، لكل إنسان. ولا يجبر هذا الفرد أو هذا الإنسان على اتباع رسالته، بل
يبصره أو يبصرها، أو تبصره أو يبص تبصرها. يبقى التدافع قاعدته إيه؟ الإيمان الفردي، تدافع والبناء والتنمية ها والتأهيل والتمكين وبناء المجتمعات ومحاربة الفساد، أساسها أنا مؤمن ولا لا، أنا مؤمن ولا لا. ما جيش بقى أقول أصل فلان الفلاني الوزير عمل كذا، أنا مؤمن ولا مؤمن. هحط خريطة عمل، هعمل خريطة طريق، هحط خطة، هعمل تحالفات حولي، هتنازل عن جزء من شخصيتي الاعتبارية من أجل المجتمع، هضع تصور، هعمل شراكات، هعمل تحالفات، هذهب لجميع الناس اللي في الضيعة بتاعتي أو في المجتمع بتاعي أو إلى آخره، لأن أنا مؤمن. إن كنت مؤمنا فلن أنام. وحذاري أن نعتقد أن عدد ساعات النوم في اليوم لابد أن تكون 7 ساعات أو 8 ساعات أو 9 ساعات. وما كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينام هذا الوقت، وما كان الصحابة رضي الله عنهم يناموا هذا الوقت، منهم من كان ينام جالسا قاعدا أو على جنبه. لكن أنجزوا ما أعجز البشرية عن تحقيقه من هذه الصحراء القفراء المجردة، وإحنا قاعدين عندنا كل حاجة، كل حاجة جاية لنا في البيت بنتفرج عليها كل يوم، لكن إحنا بنلعب. ده اللي إحنا بنعمله. الإيمان هو البوتقة التي تنير بها الإنسانية وجوانبها، تجعلك مشع بالخير، مشع بالعمل، مشع بالتوجيه، مشع بحب الناس ليك، مشع بالتفاني من أجل رسالة، يعني إيصال رسالتك. والإشعاع مش نار، الإشعاع حب الناس وحب الخلائق وحب الله وحب الملائكة لك ولك. هو ذا الإيمان. لن تبنى مجتمعات بدون إيمان، لن تبنى دول أو أوطان بدون إيمان، لن نحل مشاكلنا بدون إيمان. يمنعونا أن نؤمن ولكننا سنؤمن، لأن الإيمان هو مفتاح الجنة، والإيمان هو الباعث الذي يجعل الله يدي وعيني وقوتي وبصيرتي وبصري. هذا هو الإيمان. ليه بنهتز؟ ليه بنخاف؟ ليه بنكش؟ ليه بنحبط؟ ده ضعف من الإيمان. نرى الناس تذبح شهداء ونأخذ من قتلهم وتروعهم باعث لا يحبطنا، ولكن يفعلنا كي نمنع القتل، كي نمنع التهجير، كي نمنع التعذيب، كي نمنع اغتصاب. شفنا قضية البوسنة، وسمعنا قصص زي الزفت عن بنت عندها 4 سنين اغتصبت، وبنات كانوا 7-8 مرات كل يوم يغتصبوا ويجبروا انهم يعيشوا في مخيمات التعذيب دي لغاية ما تبقى عندها 5-6 أشهر حامل، عشان تقسيم البنية المجتمعية للشعب البوسناوي. وتعافى الشعب ومشي وحيمشي وحنمشي، لكن لابد أن نحول ونغير الكبوة والهزيمة المرحلية أو اللحظية إلى انتفاضة ونصر ومسيرة. مسيرة إيه؟ مسيرة بناء، مش مسيرة شرذمة وانتقام. اذهبوا فأنتم الطلقاء، شردوه وقتلوا أصحابه وعذبوهم واغتصبوا أموالهم وهجروهم. ماذا أنت فاعل بنا؟ أخ كريم وابن أخ كريم. الإيمان أخلاق مش حدوتة، ها مش موعظة. قال لهم على طول من دخل بيت أبو سفيان فهو آمن. وأبو سفيان لأنه عنده وجاهة مجتمعية، لابد أن نحترم من لهم وجاهة مجتمعية داخل مجتمعات حتى ولو كانت مجتمعات أعدائنا. من دخل بيتي فهو آمن، ومن دخل الكعبة فهو آمن.
رجل يحل مشاكل العالم وهو يجلس في الصحراء في ظل الكعبة. اذهبوا فأنتم الطلقاء يا من شردتوني وقتلتم أصحابي وشردتم أحبابي وأصحابي وجردتمهم من كل شيء وحاربتمونا وقاتلتونا، اذهبوا فأنتم. فاستطاع بعد هذا أن يبني فكر الإسلام في كل ركن من أركان العالم إلى يوم الدين، لأنه استطاع أن يتصالح مع نفسه فتصالحت معه كل الخلائق. إن لم نصطلح مع أنفسنا لن تصطلح معنا الخلائق. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. التصالح هو ركن ركين من ثمرات الإيمان، إنه لا يفتح الحصون ولكنه يفتح القلوب. أين نحن منه وهو لا يقرأ ولا يكتب، وهو لا يقرأ ولا يكتب، ولم يذهب ولم يخرج من مكة وتربى يتيما، لكنه وجد طريقة وكان يعتكف في الغار. وهذا ما فعله إبراهيم عليه السلام أبا الأنبياء، نظر للسماء ليجد ربه، نظر للنجوم، نظر للكواكب، نظر للأفلاك كلها والشمس والقمر، لا هذا يأفل، هذا ليس ربي، ربي لا يأفل. وعلم وفتى يذكرهم يقال له إبراهيم، وهو فتى، والفتى ما هو كان دون 20. فذهب يتحدث مع الآلهة، صح، محدش رد عليه، كسرهم مش كده برضك؟ إيمان، إيمان إيمان فتى، مش إيمان مشايخ بسم الله ما شاء الله في الغرفة هنا، إيمان فتى، إيمان غلام، غلام غلام، ها سورة البروج. نتخيل أن الغلام هو من بلغ الحلم أو ما دون الحلم، يقف ويقول ما أنت بقاتلي إلا أن تفعل ما أمليها عليك، ما أمليه عليك، فيرسلوه ويرجع مرة أخرى هو في البحر وعلى قمة الجبل ويقول بإيمانه، وهو هذا الغلام، لكن غلام صاحب إيمان، إلا أن تربطني وتجمع الناس في وسط النهار ثم تأخذ سهما من كنانتي ثم تلقيه أو ترميه علي. وقبل أن تلقيه علي هنا كلمة السر، تقول ماذا؟ باسم رب الغلام، باسم. شوف الإيمان يجعل الجبار الظالم ها يلتزم الغباء، وإن الغباء جند من جنود الله سبحانه وتعالى. فيلقي السهم في الغلام، فكل الناس كل الناس يقول آمنا برب الغلام. إن لم نؤمن برسالتنا في العمل الإنساني، إن لم نؤمن أن لنا قيما في العمل الإنساني، إن لم نؤمن أن العمل الإنساني له أخلاق، إن لم نؤمن بأن حق العمل الإنساني هو ملك الفقير، إن لم نؤمن بحق الفقير وحق الأرملة وحق المسكين وحق النازح وحق اللاجئ وحق المغتصبة وحق المشرد وحق العاجز وحق وحق وحق، ونحن لسنا مؤمنين بهذا العمل وأركانه. الأمر ليس ورش عمل، والأمر ليس محاضرات، الأمر هو نتاج شخصي لكل فرد منا، لكي يستطيع من خلال هذا النتاج أن يغير المجتمع، أن يصلح المجتمع، أن ينقذ المجتمع، أن يرحم المجتمع، أن يبني المجتمع، أن يرفع الظلم ويدفع عن المسكين
والله إن الله لن يخزيك أبدا، قالتها خديجة اللي متخرجتش من جامعة يا كمان، فإنك تقري الضيف وتحمل الكل وتعين على مصائب الدهر. شوف شخصية رجل عاش مجتمعيا إنسانيا قبل أن يبعث، عاش في المجتمع كجزء منه، عاش في الإنسانية كجزء من الإنسانية، فهو إنسان يشعر بألم كل إنسان وبحلم كل إنسان وبأمل كل إنسان، كان هذا الإنسان مسلم أم غير مسلم. كما اتفقنا أمس كان يسعى إلى أن يدخل العالم البشر كلهم إلى الجنة، ويحزن حزن شديد على من يفلت من بين يديه. هذا هو الإيمان، وهذه هي أخلاقه. حذاري 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 أن نستعلي على صاحب المال وهو الفقير، حذاري 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 أن ننظر إليهم نظرة دونية والمال مالهم، حذاري 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 أن تنتفخ مؤسستنا وتتورم بالأموال وهم جوعى، حذاري من غضب ربنا، لأنه سينتصر إلى الفقير، سينتصر إلى اليتيم، سينتصر إلى الأرملة ويكون في صفهم. فحينما نتعامل مع هؤلاء نجد أن الله إلى جانبهم، فإن أردنا أن نصبح بجانب الله فنكن إلى جانبهم في كل مكان في العالم. أطلت عليك يا أخ فادي، أمشي؟ لا أمشي، زعلتني. لا خلاص بقى مفيش دقيقة بقى، أنا هشحت منك. جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله. أنا طبعا كنت حاول المحاضرة دي بس مش عارف فيها إيه، فقلت أما أقول أيه. الحمد لله. يلا تعالى يا هارون عشان نقدمك. أقدمك ولا نقدمك؟